السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الجمعة 14 من رمضان المبارك. التقديم والتأخير من الجوانب البلاغية والدلالية والإعجازية في القرآن الكريم، فما دلالة تقديم وتأخير كلمة ويزكيهم؟ كونوا معنا. لغة وقرآن وعلم يغتنم، فلنبعث الأنوار من رحم الظلم. فالله أخبرنا بنص كتابه في محكم الآيات، علم بالقلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية سنجيب عن سؤال الحلقة السابق، والذي كان: ما هي السورة التي تسمى بسورة النساء الصغرى؟ والجواب: هي سورة الطلاق، وهي أصغر سورة تتحدث عن أحكام النساء وفرائضها. والآن إلى موضوع حلقتنا. القرآن هو كلام الله المعجز، والقرآن يشتمل على أعلى الجوانب البلاغية والدلالية فيه. وقد تحدثنا سابقا عن بعض الجوانب، واليوم سنتحدث عن التقديم والتأخير، وسنبين ذلك في مثال على كلمة ويزكيهم، ونبين الفرق في دلالتها بين ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام وما جاء عن الله تعالى. يقول الله تعالى في سورة البقرة على لسان إبراهيم عليه السلام بعد أن رفع القواعد من البيت: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولكن عندما جاءت ثلاث آيات تتحدث عن نفس الموضوع، عن الله تعالى، قدم الله تعالى كلمة ويزكيهم. والآيات الثلاثة هي: فقد جاء في سورة البقرة عن الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وجاء في سورة آل عمران أيضا عن الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد جاء في سورة الجمعة أيضا: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بداية، ما معنى يزكيهم؟ يزكيهم أي يزكيهم أخلاقيا، ويزكي أنفسهم لتتقبل دائما جانب الخير وتعمل على الخير وتعمل بأخلاقها العالية، فهي دائما تأخذ جانب الأخلاقي العالي وجانب الخير وجانب الجمال. هذه هي التزكية، خلقية وسلوكية. فإبراهيم عليه السلام نبي الله أخر جانب التزكية لأنه رسول ونبي من الله، يريد أن يعلمهم الآيات ويعلمهم الحكمة ويعطيهم الجانب التعليمي والمنهج. ولكن مراد الله جاء بأن يقدم التزكية، لأن الإنسان غير المزكى في نفسه وخلقه ربما لا يتلقى المنهج من الله على مراد الله. لذلك كلنا نعلم بأن الله زكى الرسول في أخلاقه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهناك دائما ترتيب للأولويات، ورب العالمين اختار بعد المنهج مباشرة بعد آياته أن تكون التزكية في النفس، لأن الجانب الخلقي والسلوكي أهم من الجانب التعليمي. لذلك نلاحظ هذا التقديم والتأخير بين ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام وما جاء عن الله رب العالمين. ولو عدنا إلى ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام وما جاء عن الله في سورة البقرة نفسها، فبعد دعاء إبراهيم عليه السلام جاءت الآية التي تقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فهنا تتحدث
عن الرسالة وعن الوحي من الله وعن الكتاب من الله. لذلك ناسب إبراهيم عليه السلام أن يقدم جانب التعليم وجانب الكتاب على التزكية. أما في الآية الثانية من سورة البقرة والتي جاءت عن الله تعالى فهي تبين أن الجانب الخلقي والتزكية أولى، لأن بعدها جاءت آيات تحدثنا عن تزكية النفس وعن أخلاقها. فجاءت آيات يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلنكن دائما مع الله ولنزكي أنفسنا ولنأخذ دائما الجانب الأخلاقي العالي والجانب السلوكي المستقيم وجانب الخير. والآن إلى سؤال هذه الحلقة، كم سورة في القرآن الكريم افتتحت بحاميم؟ وما هي هذه السور؟ دعوات الدائمة لكم، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وختمت أعمالنا على الخير. دمتم دائما برعاية الله وحفظه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.